عنوان الموضوع هو موضوع عام ولكنه إسقاطات على وزارة الدفاع والوزارات الأخرى. اليوم كنا نتحدث في موضوع آليات رفع الأداء الحكومي، ما هي العوامل التي تعيق الأداء وكيف نشخص التوصيات الضرورية؟ بينا أن هنالك مشكلتين في الأداء الحكومي. الأولى تتعلق بالعملية الديمقراطية، أنه لم بعدها في أو في مهدها وتحتاج إلى وقت لتطوير فقرات مهمة مثل فقرات مفردات الحكم الرشيد التي تتمثل بسيادة القانون، بالشفافية، بالمساءلة والمشاركة إلى آخره. وبينا أن هذه المفردات في غاية الأهمية في رفع شأن الأداء وتطويره وما ينعكس ذلك على رفاهية المواطن. وبينا أيضا أن الدول التي تعتمد بشكل كبير على الثروات الطبيعية في غياب مفردات الحكم الرشيد يكون أداءها ضعيفا كما بينت الإحصاءات. كنت سعيدا جدا لأنه شفت الأخوة المسؤولين الموجودين بالوزارة أثناء ورشة متفاعلين تفاعلا إيجابيا شجعني أن أكون منفتحا لهم بتفاصيل الموضوع. أن أداء وزارة الدفاع لا يتوقف على فقط على أداء موظفيها، وإنما له علاقة بالمواطن، تفاعل المواطن والمؤسسات الأخرى. يعني سيادة القانون هي جزء من كل، يعني مو تتوقف على وزارة الدفاع وأدائها، وإنما التفاعل المجتمع وأدواته من خلال الوزارات المختلفة.